طب انت ايه رايك في برامج المقالب الموجوده دلوقتي؟ بصي، كل وقت وليه برامجه، كل وقت وليه زي ما بيقولوا كده ايه الموضه بتاعته، الترند بتاعه. الموضه بقى لها فتره البرامج اللي فيها اكشن زي باشا، وزي ما قلت لك لو في سيزون واحد وقع من برنامج مش هتعمل تاني، لكن هو بيفضل مشاهده عاليه، الناس عايزه تتفرج، الناس عايزه تشوف الفنانين وعايزه تشوف الاكشن اللي بيحصل، عايزه تشوف طبيعه المقلب. في برامج بيتصرف على الديكور دلوقتي 4-5 مليون دولار على الديكور، خلاص احنا برنامجنا كان يعني على الله يعني. فالبرامج دي الناس بتحب تشوف التكنيك برضو بتاع البرنامج، بتحب تشوف الممثل بقى ده الاكشن ده حقيقي. انا لو شفته 100 مره في طياره انا عايز اشوفه في طياره بجد، لو هو راكب طياره بجد. انا شفته 100 مره في مشاهد مش عارف ايه، عايز اشوفه بقى لو بيغرق في مركب. هو الجمهور طول الوقت عايز جديد، عايز جعان يعني، جعان مش هيقعد طول الوقت يفتكر الماضي ويدور على حاجه كانت من سنين، الا لما تحصل الحكايه دي اورجانيك، تحصل طبيعي، تلاقي فيديو بيطلع لك، تلاقي حاجه من حلهم بينهم لايقه بالظبط على موقف انت فيه. في احنا بنستخدمه ميمز وكوميكس لحد دلوقتي، ولحد دلوقتي هو في حلقات بتطلع ترندات بالظبط. يعني هو بقى بيستخدم ميمز وكوميكس لغايه وقت انا ما كنتش اعرف يعني ايه ميمز وكوميكس، فاكتشفت بقى هو ده، هم دول. تمام، خلاص مبسوطين انتوا، خلاص العبوا يلا. وفي جمل مؤثره يعني، مثلا زي جمله خالد صالح بتاع اصحابك بيحبوك المهم ان انا بحبهم، دي فظيعه. يعني الجمله دي لحد دلوقتي احنا بنستخدمها، ولحد دلوقتي بننزلها وبنتاثر بيها، والفكره ان هي كانت طالعه وقت ضغط منه، فدي كانت ده حقيقي وحقيقي. والحلقه دي من احب الحلقات لقلبي يعني، وانا بقولها بكل امانه. طبعا خالد دلوقتي في دار الحق يعني، مفيش بيننا مصالح يعني، لكن لما جه احمد يحتفل بعيد ميلاد ابوه، فكتب شويه حاجات لطيفه جدا في صفات خالد، وحاجات بيتكلم فيها قد ايه خالد كان بني ادم وكده، وعلمه ازاي ورباه ازاي، وراح حاطط الحلقه بتاعت حلهم بينهم مع البوست. فانا لقيت ناس عماله تكلمني الحق يا اخي احمد حاطط الحلقه، الحق الحق. فرحت مكلمه قلت له انت احمد سايب شغل خالد كله ومش لاقي حاجه بعد البوست الطويل اللي انت كاتبه ده تحطها غير حلم منه؟ قال لي عشان دي مبينه قد ايه هو بني ادم، قال لي عشان هو كان بيتكلم معاك من قلبه قوي، وانت مثلت دور المذيع الفاشل المتعالي، وهو كان بيكره المتعاليين، فعايز يوصلك انك تقرب من الناس ازاي، وبيشرح لك ازاي تبقى بني ادم، وحريص على كلامه معاك. ما دام انت كمذيع مش عارف بتقول ايه، فهو لازم كضيف يبقى عارف كل كلمه منه بتخرج بتقول ايه. عشان كده ممكن يكون انت مش فاكره انا كنت بقول له ايه، فقام رد عليا قال لي مش مهم اصحابي بيحبوني قد ايه، المهم انا بحبهم قد ايه، يا ريت يكونوا بيحبوني قد ما انا بحبهم. ففضلت الجمله دي عايشه لانها حقيقيه، انت مش فاكره السؤال، لان السؤال كان هزار، لكن خالد اللي كان حقيقي. فهمتي بقى الحاجه الحقيقيه بتعيش ازاي؟